ايوه يا عمرو فندم، اسمح لي اسالك سؤال واحد بس. اتفضل. انتوا بتقولوا يعني زمن الانتظار من 80 ساعه ل 70 ساعه، ايوه يا فندم، يعني استفدتوا ب 10 ساعات. طب هل ممكن ان احنا ننزل بالمده دي لاقل من كده؟ ولو كان ممكن ايه المطلوب نعمله وتكلفته كام لو كنتوا درستوه؟ هو فندم احنا عندنا المينا بتطبق نظام اسمه جاست ان تايم، اللي هو الدخول الاني للسفن، بس مش كل السفن بنقدر ندخلها على طول انيا، يعني بيجي ربان السفينه بيخش في منطقه الانتظار بيطلع عليها المرشد ويخش على طول. السفن دي يا فندم بتبقى زي سفن الحاويات، اللي هي السفن اللي يعني ببساطه الموضوع اللي مش محتاجه ناخد منها عينه في البحر او في منطقه الانتظار الداخليه، فبدخله على طول على الرصيف، وبعد ما بيخش على الرصيف بمارس معاه الاجراءات الجمركيه واداره الصادرات والواردات. خليني اسال السؤال بشكل تاني، المعدل العالمي قد ايه لافضل مينا في العالم؟ كم ساعه انتظار؟ هو فندم يعني احنا بنتكلم عشان للمصلحه، ما انا بقول لحضرتك يعني فندم. مش هو طبعا في مواسم يا فندم بيبقى فيها شهور معينه بيبقى معدل تواجد السفن بيبقى كتير، وفي شهور بيبقى المعدل بيبقى اقل شويه، بس احنا يا فندم الموضوع بيتراوح من 7 ايام، يعني اقصى حاجه 7 ايام واحنا نازلين. بقى احنا وصلنا فندم في المينا ان احنا وصلنا ل 3 ايام. صحيح. ويعني الموضوع كده فندم ماشي معانا كويس الحمد لله، يعني مش مطلوب حاجه اكتر من كده. لا ده اقصى حاجه، اقصى حاجه. طب شكرا شكرا. اتفضل. المفروض يا فندم زي ما الربان وليد قال كده احنا نوصل صفر انتظار. نوصل سيادتك صفر انتظار امتى؟ لما يبقى عندنا الطاقه الاستيعابيه للمينا تساوي حجم السفن او عدد السفن اللي جايه لنا بما فيها حاويات او بضائع عامه او اي حاجه. احنا عندنا يا فندم دمياط الطاقه الاستيعابيه بتاعتها حاليا 37 مليون طن في السنه. بيجي لها 40 مليون طن، فعشان كده بيحصل شويه انتظار بره. لما المحطه سيادتك بتاعه النهارده اللي سيادتك هتشرفها بتاعه النهارده تتفتح هنوصل ل 40 مليون طن، مش كده يا وليد؟ ايوه يا فندم. هنوصل 40 مليون طن، فهنبقى سيادتك ان شاء الله باذن الله صفر انتظار. مع سيادتك التوسعات في او الزياده المضطرده في التجاره المصريه مش العالميه فقط، احنا فندم عندنا دمياط 40 مليون طن من اجمالي 157 مليون طن بتوصل الموانئ المصريه في السنه. يعني تقريبا دمياط بتشيل حوالي 25% من اجمالي تجاره مصر. احنا ان شاء الله باذن الله فندم 2030 طبقا للمخطط الشامل اللي سيادتك امرت بيه هنوصل الى طاقه استيعابيه 420 مليون طن في السنه. ده سيادتك بزياده سنويه 18% كل سنه. ده عشان كده ان شاء الله يا فندم احنا المحطه رقم 2 اللي اتكلم عليها الربان وليد زائد اللي بيتم في اسكندريه سواء 55 62 او 85 زائد رصيف 100 زائد اللي بتم في جرجوب زائد اللي بتم في برنيس زائد اللي هيتم ان شاء الله باذن الله في ابو قير، هنوصل ان شاء الله 2030 يا فندم بكل الموانئ المصريه الى 420 مليون طن في السنه، وده اللي احنا عايزين نوصله دلوقتي. لو احنا سيبنا نفسنا ما طورناش موانينا وزودنا يا فندم، لو حضرتك لاحظت هنا معظم الارصفه عمقها 12 متر و14 متر. يمكن سيادتك من فتره كنت سابق التفكير شويه وامرت ان احنا نعمل كل الارصفه الجديده كلها 17 و18 متر. الرصيف الجديد ده اول رصيف في دمياط اتعمل 17.5 18 متر. 52 و55 و62 18 متر. كل الارصفه الجديده يا فندم 12 متر عشان اختصارات الحجم الكبير، عشان دلوقتي العالم كله بيتجه لتحالفات بسفن كبيره وبعدين نقلل بقى عدد السفن اللي بتخش ويبقى كبرت الحجم، وان شاء الله باذن الله نستوعب كل الزياده المضطرده اللي جالنا ان شاء الله حتى 2030.